أهلا وسهلا بك. نبدأ سريعا قبل أن نتوجه إلى موضوع إيران وإسرائيل والضربة ويعني بنك الأهداف عن اليونيفيل. الآن في مشكلة في استهداف إسرائيل بشكل متعمد أو غير متعمد لقوات يونيفيل الموجودة في جنوب لبنان في الناقورة، بينما إسرائيل تريد ضمن طلباتها أن ينسحب حزب الله من تلك المنطقة ويحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات يونيفيل. اليوم إسرائيل استهدفت الجيش اللبناني واليونيفيل في تلك المنطقة. إلى أي درجة يصعد ويصعب هذا ويعقد المشهد ومطالب إسرائيل وتحقيق مطالب إسرائيل؟ تحياتي لك ومشاهدين جميعا. بالتأكيد هذا يصعد المشهد بشكل كبير. نحن سمعنا نداءات من مسؤولي الأمم المتحدة وتصريحات تدين بشدة الهجمات التي تعرض لها موظفو الأمم المتحدة من قوات يونيفيل. أيضا هناك مسؤولون من قوات يونيفيل تحدثوا باستمرار عن هذه الهجمات وكيف أنها تعرقل عملهم بشكل كبير جدا. الآن استهداف هذه القوات بهذا هجوم ثاني في خلال فترة قصيرة جدا. سابقا كان هناك شخصين قد أذيا، يعني وأحدهما قد نقل إلى المشفى بناء على الهجمات التي تعرضت إليها قوات يونيفيل من ضربات إسرائيلية. كل ذلك يجعل من المشهد متصاعد بطريقة يصعب معها الوصول إلى حل، ولكن النداءات الأممية والضغوط أيضا، يعني هناك استهجان أمريكي، رئيس بايدن استهجن هذا الأمر وقال أنه يطلب من إسرائيل الكف عن استهداف قوات اليونيفيل في لبنان. يتزامن ذلك مع طلب رئيس الحكومة المؤقت نجيب ميقاتي بأن يلتزم الجميع بالقرار 1701 لكي الجميع يعود إلى الخط الأزرق وتحل القوات اللبنانية مع قوات يونيفيل في هذه المنطقة التي يفترض أن تكون هي منطقة شبه عازلة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. كل ذلك لا يحدث ونجد أن تصعيدا بالإضافة إلى الضربات المتواترة، ما لم يستجب الطرفين خصوصا القوات الإسرائيلية لمطالبات الأمم المتحدة ومطالبات الولايات المتحدة أيضا والعالمية بشكل عام. يعني سمعنا من عدة قادة عالميين استهجان هذه الضربات والطلب بالعودة إلى القرار الأممي في وهذا سيكون طيب الحل الأكيد لهذا الموضوع. طيب هنا يعني في هذا القرار الأممي، يعني الآن الحكومة اللبنانية تقول أنه حزب الله وافق على تنفيذ قرار 1701، لكن يعني في الحديث مع بعض الضيوف هنا يقولون أنه موضوع نزع سلاح حزب الله غير موجود في هذا القرار، مع أنه واضح في المادة الثامنة. البعض يذهب حتى إلى ضرورة يعني الإصرار على تنفيذ حتى القرار رقم 1559 اللي يعني بعد صادر 2004 بعد اغتيال الحريري. هل تعتقدين بأنه تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بجميع بنودها السياسية ممكن في لبنان الآن؟ هل هذا هو الهدف الأساسي؟ أعتقد أن قرار 1701 هو أكثر إمكانية من أن نعود إلى قرارات سابقة، يعني حتى هذا القرار اللي هو تقريبا أجد قرار منذ آخر عدوان إسرائيلي أو حرب إسرائيلية لبنانية، حتى هذا القرار هناك تحديات كثيرة بالنسبة له من إمكانية تطبيقه، فلا نستطيع أن نعود أيضا قرارات سابقة. من مبسط المسائل هذا القرار ممكن إذا كانت هناك إرادة سياسية. الشرط الذي يتحدث عنه تحييد سلاح حزب الله، هذا الشرط أساسا هو الذي أوصل لبنان إلى مشاكل كثيرة من ضمنها العقوبات المادية والوضع الاقتصادي الذي درأ بلبنان إلى حافة الهاوية والذي يجعله الآن غير متمكن من فرض قراراته، وحتى الحكومة تتخبط في كيفية التصدي لهذا الهجوم الإسرائيلي، خصوصا أن هناك نائي للجيش اللبناني بنفسه، يعني الجيش اللبناني ينئي بنفسه عن سلاح حزب الله، ولكن هذا لا يكفي بأن سلاح حزب الله هو الذي في مواجهة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وهذا ما تستخدمه إسرائيل في هجومها. تحييد سلاح حزب الله إذا كان ممكنا ستكون هناك ضغوط دولية فائقة
لالتزام إسرائيل بهذا القرار، وإن كانت هناك قرارات دولية أو دعوات دولية دعنا نقول، ولكن حجة إسرائيل الآن تضعف هذه الدعوات وتجعل هناك مزيد من التفاوضات والحجج. حتى سمعنا حديث بايدن أو ما سمعنا عن حديث بايدن ونتنياهو، الحجة التي يستخدمها الإسرائيليون الآن هي حزب الله، فيما إذا تم تحييد حزب الله وهو الآن يبدو أنه غير متناول اليد، ولكنه أقرب من أي وقت مضى لأن يكون هذا قابلا للتطبيق. ما زال هو نقطة عقبة وتحديا كبيرا للبنانيين. طيب، هنا ما زال الحديث يعني أمريكيا عن تقليص بنك الأهداف الذي ستستهدفه إسرائيل في إيران بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. هل تعتقدين بأنه الآن المستهدف هو إيران مباشرة؟ يعني ما عادت إسرائيل بعد اغتيالها لكل قيادات حزب الله يعني تراهن على أنه نبيه بري مثلا ممكن أن يعني يخرج بشيء، وإنما تذهب بالحديث وبالضغط مباشرة على طهران من أجل تنفيذ هذه القرارات الأممية في لبنان. هل ممكن انتزاع ذلك من إيران برأيك بالقوة العسكرية؟ لا أعتقد أن ذلك ممكن، يعني لأن الآن ما تقوله ما تريده إسرائيل من ضرب إيران هو ردها، على الأقل هذه الصورة التي تقدم دوليا هو ردها على الهجوم الذي كان بمئة وأكثر 200 أو 180 صاروخا أو 200 صاروخا على إسرائيل، فهي تريد ردا مقابل ذلك. ولكن الأهداف هي التي هي غير معلنة والتي أيضا الجميع يعلمها، هي التخلص من سيطرة إيران في المنطقة، إضعاف إيران، تحجيمها، تخلص من أذرعها والفصائل أو الميليشيات التابعة لها أو القوات التابعة لها في الشرق الأوسط. الآن إذا استهدفت إسرائيل يعني الخطر هو فيما يمكن أن تستهدفه إسرائيل في هذه الضربة. هل بغض النظر عن أي كان الهدف الذي استهدفته إسرائيل، هل أن ذلك ممكن فعلا أن يحيد القوى الأخرى؟ أعتقد أن هناك أساسا هناك تطورا ملحوظا في هذه الصلة بين القوى المسلحة في المنطقة وبين إيران، أو على الأقل دعنا نقول أن هناك تطورا نستطيع أن نلمسه بين حزب الله وإيران، لأن الرد الإيراني كان المتوقع أن يكون أسرع، أكبر، ذو فعالية أكثر، حتى يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك دعما إيرانيا مطلقا حتى الآن لحزب الله. فأما أن تتخلى عن باقي الفصائل، هناك صلات معينة ما زالت قائمة مع الحوثيين وكذلك مع ميليشيات معينة في العراق، دعمها لحماس لم نلاحظ ذلك الدعم، يعني هناك استياء أصلا من هذه القوى المسلحة في المنطقة من أن إيران لم تدعم هذه القوى بالشكل الذي كانوا يتوقعون دعمه، كانوا يتوقعون أن تدخل إيران على خط المواجهة مباشرة، ولكن إيران لا تريد أن تدخل في حرب في المنطقة ولا تريد أن تجب نفسها في هذه الحرب في المنطقة. كذلك الولايات المتحدة لا تريد ذلك، يعني هناك تفاهمات أخرى بين إيران والولايات المتحدة على مواضيع أخرى، يعني تعقيدات هذه المنطقة. اسمحي لي نادين، اسمحي لي بسؤال أخير هنا. يعني إحنا الآن نتحدث في يعني مرحلة مفصلية في الشرق الأوسط، تصادف أيضا الانتخابات الأمريكية. برأيك هل يعني القرار الأمريكي الضغط على إسرائيل لعدم التصعيد بشكل كبير هو قرار أمريكي من أجل هذه التفاهمات اللي مع إيران كما أشرتي، أم أنه من أجل عدم التأثير على نتائج الانتخابات؟ لأنه إذا ما يعني صار في تصعيد كبير في المنطقة، هذا قد يصب في مصلحة المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي سيقول وسيستخدم هذا في دعايته الانتخابية ليقول أنه يجب أن يكون الرئيس الأمريكي قويا وحاسما وحازما من أجل إنهاء هذه الصراعات. ما رأيك في دافع بايدن هنا؟ دافع بايدن الأساسي أنا برأيي أنه بالأساس فعلا هو لا يريد التصعيد في المنطقة، سواء كانت الأمور تجري لصالح كمالة أو لصالح
لصالح ترامب، هو لا يريد التصعيد في المنطقة ولا يريد أن تتحول الحرب في المنطقة إلى حرب شاملة، لا تريد الولايات المتحدة أن تنجر إلى حرب، لأنها طالما تعهدت بأنها ستدعم إسرائيل دفاعيا وطالما تعهدت أنها ستكون إلى جانب إسرائيل، ونحن نرى هذه البوارج وهذه المقاتلات والسفن الأمريكية التي أتت إلى المنطقة، فواضح للعيان أن الولايات المتحدة على أهبة استعداد أن تدعم إسرائيل بكامل قوتها، فيما إذا تعرضت إلى هجوم كبير من إيران من شأن ذلك أن يصعد الأمور. لذلك الولايات المتحدة تريد أن تضع الأمور في خانة معينة، لا تسمح بالتصعيد إلى انخراط حقيقي للولايات المتحدة أكثر من أنه انخراط سوري حتى الآن ودعم بالسلاح. أما أنه انخراط حقيقي عسكري على في المنطقة لا تريد الولايات المتحدة بأي شكل. لكن أيضا النقطة الأخرى التي ذكرتها حضرتك بأن الولايات المتحدة إدارة بايدن الآن لا تريد أن تصب نتائج هذه الحرب في مصلحة ترامب، هذا صحيح أيضا، لأن الحرب طالما استمرت فإن ترامب هو سيكون له النصيب الأكبر من للتصويت في داخل الولايات المتحدة، لأن المصوتين أو الناخبون في الأمريكيون يعتقدون أن أهم نقطة تهم الناخب الأمريكي هي الاقتصاد، والاقتصاد مرهون بشكل كبير بالسياسات الخارجية الأمريكية التي من شأنها أن تكون منخرطة في حروب أو لا، وأن ترامب بهذه الحالة هو الوحيد على حسب ما ردد مكررا أنه سيستطيع إيقاف هذه الحروب، فبالتالي سيصب ذلك بالتأكيد في مصلحة ترامب، ولكن الأساس هو أن يكون بالأساس الولايات المتحدة لا تريد فعلا تصعيدا في المنطقة. شكرا جزيلا لضيفتي من نيويورك الكاتبة الصحفية نادين ساندرز.